السلام عليكم. اليوم حبينا نعرفكم بما وصلت إليه الأشغال نتاع المحطات نتاع تحلية المياه في البحر في الجزائر، واللي تعتبر إلى حاليا في 5 مشاريع نتاع محطات على طول الساحل الشمالي إذا للجزائر بسعة نتاع 300,000 متر مكعب يوميا لكل محطة. إذا خليكم تابعوا هذا الفيديو الكامل والشامل حول يعني ماذا تقدم الأشغال في هذه المحطات، إذن المشاريع الخمس في 5 ولايات إذن على ساحل الجزائر. خليكم تتابعوا الفيديو في الموضوع. رئيس الجمهورية يأمر خلال اجتماع مجلس الوزراء بمتابعة حثيثة لمدى تقدم إنجاز محطات تصفية مياه البحر على المستوى الوطني في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الإنجاز بالمحطات الخمس، فعلى قدم وساق يقف القائمون على المشروع بكل من الطارف وبجاية وبومرداس وفوكا ووهران لإنهاء هذه المشاريع في آجالها. محطة تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض بوهران وصلت نسبة الأشغال بها إلى ما يزيد عن 50%، وقد شرع في مرحلة توريد المعدات. أما بفوكا فقد تجاوزت النسبة 54% من إجمالي المشروع الذي انتهت به كل أشغال الهندسة المدنية. الأمر نفسه بمحطة رأس جنات بمومرداس التي تجاوزت نسبة الأشغال بها 40%. محطة تيغرنت ببجاية هي الأخرى تسير على نفس نهج باقي المحطات عبر الوطن، حيث بلغ تقدم الأشغال 40%. أما محطة تحلية المياه بالطرف التي عرفت بعض التأخر مقارنة بالبقية عند بداية الأشغال بسبب تهيئة الأرضية وحجم الأتربة التي تم استخراجها منها، فقد تسارعت الوتيرة بها لتدارك التأخر لتصل إلى حدود 45%. يسعى رئيس الجمهورية كلما تتيح الفرصة إلى تثمين الموارد المائية وتوفير مياه الشرب للمواطن كشكل من أشكال الأمن المائي، والحرص على متابعة مشاريع محطات تحلية مياه البحر التي تكتسي أهمية بالغة، خاصة وأنها توفر يوميا 300,000 لتر من الماء لكل واحدة منها وتزويد 3 ملايين مواطن بالماء الشروب عبر عدة ولايات.